صفاء غزيال، عمري 9 سنين، كنقرا في الرابع ابتدائي. هواياتي الرقص، لو تياتر، لا ميوزيك، كاراتي، الرسم وعرض ازياء. بغيت نكون عارضة ازياء، ومنتم بغيت نكون طبيبة. اختي الكبيرة هي اللي دات لي صفحة في الانستغرام، وبعد بديت كندير وعندي قناة في اليوتيوب، وبديت كندير دي كاستينغ ودي تورناج. وبعد بديت بأول ديفيلي كان في موروكو مول، صالح لعدة ماركات. قبل ما نبدا المجال كان عزيز عليا نلبس الحويجات وندير بحال لي مانكان، وكان عزيز عليا نمشي في الكولوار وندير بحال لي مانكان وصافي. عارضة الأزياء اللي عزيزة عليا هي ليلى حديوي، وكانت عزيزة عليا في كيفاش كتمشي والبسات، وكنبغي نكون بحالها في المستقبل. بغيت نقول ليلى الحديوي أنني أنك عزيزة عليا بزاف، وكنبغيك بزاف، وكنبغي نكون بحالك. مستقبلا كنبغي نشارك في برنامج ديال اكتشاف المواهب بحال Arab School Talent بهواية الرقص. بالنسبة للفنانات اللي كيناسب معرض الأزياء هما ابتسام تسكات وصفاء حبيركو. اختاريت ابتسام تسكات حيث هي عندها المواصفات ديال العادات الازياء، حيث هي طويله وزوينه وكتلبس زوين. بالنسبه لقرايتي طبعا هي الاولى، وفي وقت فراغي كندير داكشي ديال الديفيني والكاستينغ وداكشي الممتعه. واختي كتساعدني باش ننسق ما بين قرايتي ولي ديفيلي. كنفضل اللباس التقليدي حيت هو اللي كيمثل مغربنا. بالنسبه للتحدي ديال الحي كنفكر انني نشارك فيه. نبغي ندير تمثيل ونتقمص دور لا برانسيس. اكن ماسيات That dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head say you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking. Top model. البنت المغرورة، مقهورين من الملكة. كندير بزاف ديال المكياج، وكنسرق المكياج ديال اختي، وكندير عزيز عليا. وكنعرف نبغي نقول للدراري الصغار انهم يشاركوا في التجارب حيت كيفيدهم بزاف وممتعين بزاف. كنبغيكم بزاف، وتابعوني في الانستغرام واليوتيوب، وباي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.